تأهلهما الديمقراطية والحرية، كما سيواجهون ملايين البوليفيين الذين يطالبون ببلد أفضل. محاكم ولاية كوشابامبا فقد خسر بالاستفتاء، لكنه قال إنه لن يتخلى عن منصبه، فهو يرى أن الاستفتاء غير شرعي. بطلب من الائتلاف الحاكم التأمت الجمعية الوطنية الباكستانية في إسلام أباد للبت خلال الأسبوع في قرار اتهامي بحق الرئيس برويز مشرف، وهو إجراء يفترض أن يؤدي إلى إقالته. بدأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم زيارة دولة إلى إيران التي وصل إليها بالأمس، زيارة تستمر يومين وتندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتشاور بين البلدين حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الآن ينقلنا مبعوثنا الخاص إلى بكين تامر عز الدين إلى أجواء منافسات اليوم الثالث من الألعاب الأولمبية وآخر النتائج. إليك تامر. نعم حكيم، الحقيقة جدول الميداليات ما زال على حاله، ما زالت الصين في المركز الأول وتقدمت أيضا وحصلت على 5 ميداليات اليوم، تليها كوريا في المركز الثاني وأضافت ميداليتين، الولايات المتحدة ما زالت في المركز الثالث وأضافت 4 ميداليات، وبالتالي المجموع 14 ميدالية للصين، 7 لكوريا و12 الولايات المتحدة. إيطاليا هي التي صعدت هذه المرة إلى الجدول في المركز الرابع ب6 ميداليات في المجموع. هناك رقمين تم تحطيمهم اليوم، رقم أولمبي ورقم عالمي. الرقم الأولمبي في القوس والسهم، نعم، وحطمه فريق كوريا الجنوبية في هذه اللعبة وحصل على الميدالية الذهبية. الرقم الثاني فريدريكا بيليجريني من إيطاليا في 200 متر حرة للسيدات، وحطمت الرقم القياسي العالمي في السباحة. أشكرك جزيل الشكر مبعوثنا الخاص إلى بكين تامر عز الدين. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا وإلى اللقاء. بعد قليل وجها لوجه. احصل على فرانس 24 على هاتفك المحمول أينما كنت وأيا كان طراز الهاتف أو مشغله. فرانس 24 تبتكر وتقترح عليك متابعة الأحداث على هاتفك المحمول بالصوت أو بالصورة. فرانس 24 من باريس نشر. تابع البث المباشر، شاهد آخر نشرة للأخبار أو النشرة الجوية أو أخبار الاقتصاد في جميع أنحاء العالم باتصال بسيط على الرقم 00-33-8-25-10-00-24. الأخبار المستمرة 24 ساعة على 24 مباشرة وبلغات ثلاثة على هاتفك المحمول، متاحة الآن بفضل فرانس 24. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وجها لوجه. موضوعنا اليوم يتعلق بجورجيا. الكرة الآن في ملعب روسيا بعدما أعلنت تبيليسي قبولها لوثيقة سلام يروج لها الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن القسم الأكبر من العملية العسكرية في أوسيتيا الجنوبية انتهى. كيف تطورت الأمور بهذه السرعة؟ من المستفيد من هذه الحرب؟ نقدم لكم مشاهدينا قراءة في الموضوع من خلال نقاش يشارك فيه عدنان عزام الذي ينشط في حزب الحركة الديمقراطية بفرنسا والذي عودنا على رؤاه الدقيقة في العلاقات الدولية. أهلا بك. أهلا وسهلا. ومعنا أيضا الكاتب جواد بشارة المعروف بتحاليله التي تزخر بها الشبكة العنكبوتية الإنترنت. أهلا بك. بدءا، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال أو أعلن إنه سيتوجه إلى تبيليسي ومنها إلى موسكو كرئيس للمجموعة الأوروبية لإيجاد حل. ما هي حظوظه في إيقاف الحرب؟ هناك حظوظ كبيرة، لأنه الاتحاد السوفيتي يتعين عليه أو مجبر أو مرغم حسب التعبير الدبلوماسي على أن يأخذ بنظر الاعتبار وجهة النظر الأوروبية نظرا لتشابك وتعقد العلاقات الأوروبية الروسية ولحاجة روسيا للدعم الأوروبي في كثير من المجالات. فلا يمكن لروسيا أن تتمادى كثيرا وتغضب الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك أرضية لإيجاد تسوية مشتركة غير مبنية على تنازلات بالطبع، بس على الأقل وضع حد للتفاقم أو التصعيد. فهناك حظوظ بس ليست راجعة لشخصية الرئيس ساركوزي ولا
لظروف المبادرة، إنما مجموعة من العوامل المتشابكة هي اللي راح تجعل المهمة هذه تنجح ولو إلى حين. يعني ستنجح المهمة إذن أستاذ عدنان عزام؟ في البداية أرجو أن أبدأ في مقولة تقول: رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. رئيس جورجيا يبدو أنه لم يعرف قدر نفسه، ميخائيل ساكاشفيلي. هذه الحرب التي اندلعت حسب ما يقول البعض فجأة لم تكن مفاجئة للمتتبعين أو المتابعين والمهتمين بهذا الجزء من العالم. وصل ساكاشفيلي إلى الحكم على دبابة، دبابة الديمقراطية الدكتاتورية الأمريكية، ككل مصطلح سياسي جديد دونوه عندكم مشاهدينا الأعزاء. كيف تقول؟ وصل على دبابة الديمقراطية الدكتاتورية الأمريكية، ك يعني الدكتاتوريين في العالم العربي يصلون على الدبابات بشكل واضح، إنما هو موه الموضوع بمساعدة المكياج الأمريكي ووصل ليعيش حالة ديمقراطية في جورجيا. ولكن منذ أن وصل وهو يقوم بعمل تلو الآخر لمعاكسة ومشاكسة بلده القديم. هو ولد في الاتحاد السوفيتي أو وما يسمى اليوم في الاتحاد الروسي. إذن هذه الحرب لم تقع فجأة. لماذا فعل ذلك؟ هل كان يظن أن روسيا ضعيفة أم أنه هو القوي؟ لا، هو كان مستخدما وما يزال مستخدما من قبل أمريكا. كانوا دائما يستخدمون لمعرفة مدى حجم الرد الروسي على التقدمات والتمددات داخل الأراضي الروسية من خلال منظومة زرع الصواريخ على أبواب موسكو في بلده، ومن خلال البترول الذي عملوا له لفة كي لا يمر من ضمن الأراضي الروسية، وهو مؤهل للانضمام إلى الحلف الأطلسي. إذن أثبت الرئيس بوتين، ولا نقول رئيس الوزراء، ما زال بنظري هو الرئيس. أنت لا تؤمن بقوة ميدفيديف؟ أثبت الرئيس بوتين بأنه استعاد حيوية الشعب الروسي وقوة روسيا، وأثبت أنه قارئ جيد للأحداث. استغل فرصة انشغال العالم والرئيس ساركوزي والرئيس بوش في الألعاب الأولمبية في بكين، واستغل انغماس الولايات المتحدة الأمريكية في الوحل العراقي وفي الجبال الأفغانية وفي دارفور، وانقض على هذا الصغير الجورجي ليلقنه درسا بأن الاتحاد الروسي ما زال واقفا ويعرف كيف يدافع عن أرضه وعن حدوده. أول شيء أرد أعلق على كلمة هذه بسامير، أنا أعرف الهدف من عندها، الذين يجيئون على دار الدبابات الأمريكية والوحل العراقي أو المستنقع العراقي، هاي صارت مقولات ساذجة مكررة عند معظم المحللين القومجيين يعني اللي موجودين في أوروبا، فهذه بعيدة عن واقع الحال تماما. اولا مش كل الناس المحللين القومجيين، ايه يعني اللي المؤمنين بالقوميه العربيه، انا اتشرف ان اكون قومي عربي، وانا اقول بانهم وصلوا كغيرهم، لا اقول هم الوحيدين، انما وصلوا كغيرهم على ظهور الدبابات الامريكيه، وهذه حقيقه. وهذه كغيرهم معروف انت ان من تشير بها، وهذا ما اسمح فيها تمر بدون عليه، لانه هذه مو صحيحه الكلام. اولا لا مجال للمقارنه بين من يحكم العراق حاليا ومن يحكم جورجيا، لا طبيعه العلاقات ولا التاريخ ولا نوعيه الاشخاص، فهذه مساله ما في لها مجال للمقارنه ولا حتى مجال للكلام إلها الان في هذا الموضوع. فرنسا والمانيا عارضوا دخول جورجيا للحلف الاطلسي، هذه معروفه جدا، واضطر الحلف الاطلسي الى عقد أو الدعوة لعقد جلسة جديدة للنظر بهذا الموضوع، فإذا المسألة مو بهذه السهولة. يعني إذا كانت أمريكا تستغل جورجيا وغيرها من دمى اللي ممكن تمرر من خلالها بعض المخططات، أو على الأقل جس نبض رد الفعل الروسي، هذا ممكن تكون حقيقة، أنا ما أعترض عليها. صحيح أمريكا الآن حتى توصل رسائل لبعض الخصوم ولإفهامهم أنه لديها مخططات ولديها أولويات، وبالتالي على الآخرين أن يتعاونوا معها، هذه الرسالة واضحة لروسيا، وروسيا ردت بوضوح. الرسالة واضحة أنه إذا ما تتعاونين معنا بالملف الإيراني والملف السوداني، فإحنا عندنا أيضا أدوات ممكن نحركها ضدك، أوراق
أوراق وحصى غليظة مثل ما سماها من خارج الجلسة. فإذن يعني في أشياء نشترك بها، بس هذه قضية أنه هم أمريكا الآن منشغلة بالوحل العراقي. المسألة العراقية لا تشكل إلا أقل من 1% إن لم يكن أقل بكثير من الاستراتيجية الدولية العامة للولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكا مش عايشة من أجل العراق ولا فقط من خلال العراق. سيد جواز، إذا بدك نلغي كلمة الوحل نلغيها، بس نقول المأساة العراقية، لأنه منذ حوالي 3 سنوات إلى الآن آلاف العراقيين قضوا نحبهم، وكل يوم نكتشف مقابر جماعية جديدة في العراق. لا نستطيع أن نقول وأن العراق تعيش حياة طبيعية تحت 200,000 جندي. لكن هل جئنا إلى هذا المكان للحديث عن العراق؟ لا، هو المشكلة قريبة من جورجيا، والدليل على ذلك أن الجيش البسيط الذي كان يرابط في العراق، جيش جورجيا 2000 عسكري، اضطر للانسحاب من العراق تاركا المكان فارغ للجنود الأمريكيين. أو ما زاد حنون في الإسلام خردلة، إن بقوا أن انسحبوا يعني ما راح يأثر شيء على العراق. طيب ماذا لو عدنا إلى الموضوع هذا، إلى موضوعنا هذا، هل ستنجح الوساطة الفرنسية أم لا؟ لو سألنا كلمة وسيط معناها مكلف، هل كلفته أمريكا بهذه الوساطة أم لا؟ وما هي مدى التكليف؟ هل سيقبل بالشروط الروسية بأن تبتعد كل التحرشات عن حدودها وتحترم القوانين والعقود التي اتفق عليها قبل 3 سنوات بعدم المساس بما سمي المنظومة البترولية عبر بحر قزوين والبحر الأسود؟ وهل رئيس جورجيا سيمتنع عن التحرش وضرب؟ يوجد 3 جمهوريات صغيرة بجانب جورجيا، ليست هي الوحيدة بجانب الاتحاد الروسي، ويوجد العديد من الأقليات، يوجد أقليات مسلمة تطالب بها باستقلالها، يوجد أقليات مسيحية كاثوليكية، يوجد أقليات مسيحية أرثوذكسية. إذن المشكلة في غاية التعقيد. رئيس جورجيا لا يستطيع أن يكون فقط موجه بالريموت كنترول للمصالح الأمريكية. يتوقف مدى نجاح الوساطة الفرنسية أو لا على مدى التكليف الذي كلفهم بها الرئيس الأمريكي. هل يعقل هذا الكلام أستاذ جواد، أن الرئيس ساركوزي مكلف أمريكيا بالتفاوض، أم أنه تصرف كرئيس لكتلة كبيرة ضخمة جدا اسمها الاتحاد الأوروبي؟ أعتقد أنه المسألة ليست كلمة تكليف، لأنه ليس موظف لدى الإدارة الأمريكية، هو بالفعل هو رئيس أكبر كتلة بالعالم بعد القوى العظمى الأمريكية اللي هو الاتحاد الأوروبي. يعني ما حدا يستطيع أن يبخس دور الاتحاد السوفيتي ولا قيمة الاتحاد الأوروبي. فهي مبادرة أوروبية بحتة، ولكن بتنسيق وموافقة من أمريكا، لأنه لا يمكن أن يقوم بمبادرة تعرقل مساعي أمريكية أو مخططات أمريكية، يصير تصادم، وهون المسألة معناها يحكم عليها بالفشل. فإذن هناك تنسيق وليس تكليف، هناك تنسيق وموافقة غير مباشرة. ما الذي يحول دون التدخل الأمريكي المباشر في هذا الموضوع؟ نحن نعلم الآن أن أوروبا يعني قانونيا الاتحاد الأوروبي ليس موجودا، لأن اللا الإيرلندية ما زالت قائمة، والأوروبيون ينتظرون انعقاد البرلمان الأوروبي ليجدوا ماذا سيحدث في شهر سبتمبر القادم. إذن الآن لا نستطيع أن نتصور أن أوروبا قادرة على القيام بمبادرات بهذا الحجم مع الاتحاد الروسي، إنه وحسب اعتقادي وحسب قراءتنا للأحداث تكليف أمريكي. أمريكا قالت لرئيس ساركوزي نحن لسنا بحاجة لمشكلة جديدة، يكفينا المشاكل التي نحن عالقين بها عبر العالم، فاذهب واطفئ نار ما يحدث في جورجيا. وهذا ما حصل. ما الذي يمنع أمريكا يعني واشنطن من التدخل مباشرة في هذا الملف؟ بضعة عوامل، منها العامل الداخلي والقدرات الأمريكية الاقتصادية والأزمة الاقتصادية اللي تمر فيها الولايات المتحدة حاليا.
الشيء الثاني هو فعلا انشغالها ببعض البؤر متوترة بالعالم، وهي ليست قليلة وليس أقلها العراق وأفغانستان حتى الريح حتى إن كان يشكل 1% من حتى ولو كان يشكل سياستها الخارجية أقل من 1%. في هناك أيضا مشاكل بأوروبا وبأفريقيا وبأمريكا اللاتينية وبكل مكان يعني. فبالفعل هي ليست بحاجة إلى بؤرة توتر جديدة طرف فيها شخص خطر، يعني جهة خطر اللي هي روسيا. روسيا ليست لاعب بسيط على المسرح الدولي، روسيا قوة عظمى ما زالت عضو بالمجلس الأمن الدولي، يعني عضو دائم، فعندها قرار، عندها حق الفيتو. فليس من السهل جدا أن تقف أمريكا ندا لروسيا بملف صغير مثل ملف جورجيا. لا يمكن أن تخاطر أمريكا بكل ما لديها من أجل الدفاع عن مصالح. وعلى ذكر المصالح، لم نتعرض في هذا النقاش لموضوع مهم جدا وهو المصلحة الاقتصادية. المصلحة الاقتصادية هي فوق كل شيء، هي فوق كل شيء، وروسيا تقوم بهذا العمل أيضا لحماية المصالح الاقتصادية، حتى توصل رسالة للغربيين أنه لا يمكن أن تلتفون علينا وتمررون نفط بحر قزوين منطقة القوقاز اللي كنتوا تستفادوا من عندها أيام الاتحاد السوفيتي، الآن تحوروا مسارها وتفوتوها بجورجيا بعيدا عننا حتى تسلبونا على الأقل تبعات الاقتصادية. فهذا موضوع مهم جدا، يعني روسيا ليست غافلة عن هذا الموضوع، إضافة إلى الجوانب العسكرية والاستراتيجية الأخرى. الجانب الاقتصادي مهم جدا لروسيا في سلوكها الحالي تجاه جورجيا. عدنان عزام، كنا يعني كلنا نذكر كيف كان إدوارد شيفرنادزي وزيرا للخارجية في الاتحاد السوفيتي، ثم كيف أصبح رئيسا لجورجيا عندما انفرط عقد الاتحاد السوفيتي. حينذاك كانت روسيا ضعيفة، كانت الرجل المريض إن صح القول، يعني كالدولة العثمانية سابقا. فجأة صرنا نشاهد تصرفات من روسيا تنبئ إلى رغبتها في استرجاع المجد القديم. لا نستطيع أن نقول كلمة الرجل المريض. تركيا استمرت حوالي 200 سنة وهي في الانحدار، إلى أن وصلت إلى أن يعني توصلنا لأن نسميها أو سمتها أوروبا بالرجل المريض. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والذي وضع الغرب وأمريكا بشكل خاص كل قدراته في سبيل هذا التفكيك، وللأسف استخدموا مئات الآلاف من الشباب العرب، أرسلوا بهم إلى الجحيم إلى أفغانستان ليقاتلوا الاتحاد السوفيتي باسم أخوة الدم الأمريكية العربية. وكلنا نعلم ماذا فعلوا بعد أن أنهى هؤلاء المقاتلون المهمة، كيف رموا بهم إلى الجحيم، وهم يزالوا يقتلونهم حتى اليوم في أفغانستان وفي العراق. إذن الاتحاد السوفيتي تفكك، لكن هذه فترة التفكك لم تستمر 200 سنة كما استمرت الدولة العثمانية، استمرت فقط فترة حكم يلسين الذي كان ما بين المخمور والمثمول والصاحي، حتى استلم القائد الشاب بوتين قيادة الاتحاد السوفيتي، واستطاع بفترة قياسية أن يعود بالاتحاد الروسي إلى الواجهة. كل لو رأينا الآن في الألعاب الأولمبية لوجدنا أن روسيا بدأت تأخذ المبادرة، وفي الجبهات القتال تأخذ المبادرة، وفي الاقتصاد تأخذ المبادرة. وسيكون لحديثنا هذا يعني بقية. عدنان عزام، شكرا لك. شكراً. الناشط في حزب الحركة الديمقراطية بفرنسا جواد بشارة، الكاتب جواد بشارة، شكرا لك. ترقبوا بعد يومين ربما أو أقل مقالا للأستاذ جواد بشارة على الشبكة العنكبوتية. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء. كل الأخبار، كل النقاشات، كل الأسئلة. فرانس 24. آلاف من المرضى الوافدين من الشرق الأوسط يختارون الصين للخضوع لعمليات زرع الأعضاء. القانون الصيني يمنع